بسم الله الرحمن الرحيم. بعد فضيحة سيارة الإسعاف في زمن كورونا، كتخرج السيدة رئيسة مجلس مقاطعة حسان بواحد التصريح تضليلي كالعادة ديالها، ولكن كنقول بأن الفاصل بيننا هو المواطن والمسؤولين من طبيعة الحال. وإذا كانت هذه السيارة خرجت وخدمات، أنا مستعد للمحاسبة والمساءلة، ولكن إذا كانت هذه السيارة ما خدمتش وما خرجتش للمواطن بطبيعة الحال، السيدة الرئيسة خصها توجد رسالة للمساءلة والمحاسبة، لأننا حنا كنتوفروا على أدلة مادية وملموسة. وبالمناسبة كنبغي نشكر السي خالد أملوكي رئيس مصلحة ديال البارك ديال المرآب، لأنه هو اللي فتح لنا الباب وخلانا نعرفوا ونكشفوا الحقيقة ديال هاد السيارة اللي كانت مخبية كما قلت كتبورة داخل البارك، ولا كنت انا سببت ليه في شي احراج مع المسؤولين ديالو، انا كنعتذر ليه. ولكن انا كنبغي نحيط المواطنين والساكنه على انني باقي غادي نرجع لواحد الفضيحه ديال البارك وديال كراء السيارات ديال 100 مليون.